شقائق النعمان. سميت أزهار شقائق النعمان بهذا الاسم نسبة للملك النعمان بن نذر، والذي كان يعشق هذه الزهرة ويحبها جدا، وهو من ملوك الحيرة الشجعان، والذي أمر بأن يتم زراعة هذه الزهرة في حديقة قصره وحول أسوار القصر بسبب حبه الشديد لها. وهناك مقولات أخرى تقول لأن سبب التسمية هو أن الملك النعمان بن منذر عندما مات وتم دفنه نمت هذه الزهرة فوق قبره. وأيا كان السبب فالاسم مأخوذ من الملك نعمان بن منذر. وشكرا. سوسن فقوعة، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ نسبة إلى ما قاله العماري أن إحدى الروايات تشير إلى خروج المياه من ينابيع القرية على شكل فقاعات، وأخرى دلالة على كثرة الفطر فيها. وشكرا. عشبة المرامية، أي حرفت إلى عشبة مريم، تنبت في فلسطين بالكوم حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعالج العديد من الأمراض التي عجز الأطباء عن شفائها. إكليل الجبل أو حصى البان أو زهرة مريم، يرجع أصل اسمها روزماري إلى كلمتين لاتينيتين، روز تعني سماق وماريونوس تعني البحر. ارتبط أصل تسميتها بمجموعة من الأساطير، منها أن مريم العذراء وضعت عباءتها الزرقاء بينما كانت تستريح على نبتة الروزماري البيضاء فتحول لونها إلى الأزرق، ولهذا أطلق على العشبة اسم زهرة مريم. اعتبرت نبتة الزعتر في العصور القديمة بأنها مصدر الشجاعة. نبات الخروب، يعتبر المكان المفضل لاجتماعات الجن شجر الخروب، ويحاول الفلاح تجنبهم بقوله النوم تحت الخروب غير ممدوح. ويعتقد قديما بأن شجرة الخروب هي ملك لكوكب زحل ذو الفأل السيء، وكل شيء ينتمي إلى هذا الكوكب له علاقة بالأرواح الشريرة، وإن تفسير الخروب في الأحلام يعني المصيبة. كلمة ميرامية أخذت من أسطورة يرويها بعض الناس عن مريم عليها السلام. ونص الأسطورة يحكى أن صبيا أصيب بالحمى وعجز الطب عن شفائه، فضرعت والدته إلى العذراء طالبة منها الشفاء لولدها، فاستجابت لطلب الوالدة فظهرت لها في المنام وأمرتها أن تسقي ابنها شاي الميرامية. نفذت الأم ما أميت به فشفي الطفل، ومنذ ذلك الوقت سميت بحشيشة مريم ثم الميرامية.